معنا شاب عمره 22 لبى واجب الوطن لما ناداه من غير ما يتردد، وكان بالميدان جندي مدافع عن وطنه. بشير هارون ما قدرت اصابته بالشلل تمنعه من انه يكفي، وباصرار مؤخرا كان من الطلاب المتفوقين بشهاده التعليم الاساسي. واكيد معنا اليوم هذا البطل اللي عنده إرادة واستمرار بالحياة والمتفوق دراسيا أيضا، البطل أيضا بشير هارون. سعد صباحك. وأيضا أخوه أحمد هارون ووالده يوسف هارون. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. وصباحك يا رب. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. بالبداية بدي أتوجه إليك، يعني دائما يمكن نتفاجأ بإصرار الشباب السوري والإرادة والتحدي والصموت اللي عندهم. ومؤخرا مثل ما قالت زينب، يعني قدمت الدراسة شهادة التعليم الأساسي فلات من المتفوقين. خلينا نحكي هاي الإرادة والتصميم، يمكن قد ما حكينا ما بنقدر نعبر عنها، من وين بتكون؟ من دعم الأهل، من التربية، من مثل ما قلت يمكن لباك نداء الوطن، فالوطن هو أسمى شيء. الله، أنا أول ما تصوبت كنت بس حرك عيني. صوبت ب 25/12/2015 بحندرة حلب. المهم انه بدي اسوي شيء بحياتي، انه اقدم درس، والاهل ما اصروا معي شيء تطور، يعني انه يعني بدي اسوي شيء بعمري. كنت ما حرك شيء طول، كنت بس حرك عيوني، هلا بلشت حرك ايدي. وجبت مجموع 250 من قصد 310. برافو عليك. انه يعني انه لازم اسوي شيء بحياتي، انه اهلي ما اصلا معي بشيء طاول، يعني بتنزيلي او برياضتي كنهار صبح ومساء. وبخوي يعني دائما نام جنبي كمان، انه بده يقلبني، بده يعني انه يعني اهلك كانوا الداعم الاكبر بشير عندك. يعني بدنا نقول بس العالم انه بعد سنتين من العلاج قدرت تقدر تحرك ايديك طبعا، وتدرس، كان عندك اصرار تدرس وتتفوق بشهاده التاسع بفضل اهلك المتفوقين. يعني مو بس انه اخذ الشهاده، كان من بين المتفوقين. عم انا بدي اسالك، يعني تحكي لنا اول شيء لما شفت هي الاراده عند بشير وشفت اصراره، كيف قدرت؟ يعني دائما الاب والام عندهم مشاعر احيانا بيكبتوها حتى ما يقدروا ما يضعفوا الولد بحنانهم. خلينا نحكي بس عن حاله بشير، كيف تم الدعم؟ كيف تعاملتوا مع حالته واصراره؟ هلا بالبدايه يعني بشير طبعا يعني من سنتين ونص تصوب، كانت طبعا يعني مثل ما قلت انه كان يحرك بس عيني. طبعا مع العلاج والعناية من طبعا كل أسرة صار مثلا في عنده مثلا في حركة جديدة صار يحول. فمن مدة يمكن شيء 6 شهور يعني فيه وعم بتواصل معه على الفيس، قال له انه انا طبعا كمان مثل حالته قدمت تاسع وقدمت بكالوريا وصرت يعني بالجامعة. قال لي شو رايك؟ قلت له ايه يعني نحن جاهزين. فكان هو انه يعني بده يسوي شيء مثلا انه بده يطلع مثل رفيقه مثلا بده يسجل بالجامعة. فأمنا له نحل كل يعني هالمواضيع ان شاء الله. اكيد يعني فخور بابنك ونحن فخورين فيكم لما يكون هالقد في تضحيه للوطن وهالقد في انتماء. يمكن قد ما حكينا الكلمات بتعجز عن وصف هي المشاعر. خليني انتقل لك انت خيو، قديش في فرق اول شيء بالعمر بيناتكم؟ تقريبا سنه ونص. سنه ونص. انت كنت دائما مرافقه برحله العلاج وكنت الداعم الاساسي له. خلينا نحكي عن هي العلاقه بيناتكم. هلا احنا علاقتنا من صغرنا، يعني وقت ما كنا صغار علاقتنا مع بعضنا، يعني ما كان في بيناتنا عمر طويل. فالحمد لله وقت انصاب خي يعني ما تحملت انه اشوفه بهالحاله. فانا كنت الدعم الاساسي له والدعم النفسي مثل ما بقولوا للمعالج النفسي. وهي نقطه كثير مهمه، لازم هذا كثير مهم او مهم لحالته، لاحظت اني اذا ما كانت حالته النفسيه مستدفه او مرتاحه مستحيل وصل لهالمرحله اللي وصل له. بس انا كنت كثير متفائل وكنت كثير مبسوط بفكره انه قدم التاسع واخذ الشهاده الاعداديه. فانا كثير كنت مبسوط لاني الجهد اللي بذلته معه ما راح على الفاضي. شو قلت له لما قال لك بدي اقدم على شهاده التاسع وادرس؟
وتعبوا شوي تعبوا اكيد كانوا مرافقوا عليه يعني كنت تسمع له وكنت تساعده دراسيا يعني كان في شيء ما يفهم وتساعده فيه كيف كان الدعم؟ هلا هو كنت حتى انا يعني كمان بعمل بقدم بكالوريا فكنت عم بدرس بدرسه بنفس الوقت فكان هذا يعني تقريبا هو اغلبيه المعلومات ياخذها مني بس يعني بما انه انا بعمل بقدم بكالوريا فعندي معلومات لسه اكثر من معلومات عنده فهذا الشيء ساعده انه اكتسب هالمعلومات مع انه صار له قاطع 8 سنين بس الحمد لله يعني حسن يكمل وقدر ياخذ بال كنتوا تحفظوا بعض يعني في تحفيز بين بعض طبعا هذا الشيء اكيد بشير خلينا بس نحكي يعني خبرنا كيف هيك اجتك الفكره حتى انك يعني بصراحه انه تقدم على التاسع وتفوت ترد ترجع تدرس وبدك يعني عندك طموح انا بعرف انه بدك تقدم لبعد التاسع بدك تقدم بكالوريا وبدك جامعه يعني عندك طموح بمجال العلمي شو كانت خطتك شو كانت دافعك يعني كيف اجتك الفكره انك تكمل يعني انت حدا جرب التجربه بالحياه صعبه لكن قدرت انك تتغلب عليها ما هيك ما عندك طموح فخلينا نحكي اكثر عن تجربتك هلا مثل ما قالك والدي انه في واحد معه سلر رباعي اسمه مهند هو قال انه لازم تقدم تاسع تسوي شيء بحياتك لاني هو قدم تاسع وهلا بكالوريا وقدم بكالوريا وهلا هو السنه الثانيه الجامعه قال انه جرب التاسع وان شاء الله بده يساعدك بالتاسع والحمد لله جبت مجموع كتير كويس بالتاسع واهلي ما اطلب معي شيء صعب طبعا شيء اكيد يعني جبت شيء 250 من 300 و 310 وهذا كويس كثير لما عرفت نتيجتك شو حسيت؟ حسيت انه يعني كثير انبسطت يعني انه مجموع كويس ورغم اصابتي بشلل رباعي يعني انه شيء رائع كثير كثير اكيد وهي يمكن الاصابه قديش حطته حافز يعني احنا عم نحكي عن اصابه كبيره وقويه مع ذلك كان في استمرار بالشغف بالحياه والعمل على انه يكمل الحياه وفجأة يعني دراسه بدها متابعه كأب كيف كنت الداعم الأساسي لإله؟ كيف قدرت تحتويه بكل تفاصيله الصعبة والحلوة؟ عم نشوف بعيونه لبشير أمل وفرحة وبنفس الوقت طموح ما له حدود. هلا هو يعني تستمر أكيد حياة تستمر. بشير من النوع اللي يعني دائما متفائل يعني دائما عم بتضحك. يعني وجوده أعطانا طاقة إيجابية. طبعا كل رفقاته كانوا يشجعوه كمان يعني كان على الفيس وكان طبعا يزوروه. فكان في محبة بينه وبين رفقاته وبينه وبين كل الناس اللي تعرف عليهم وهالشيء طبعا يعني اعطاه انه يعني لا هو ممكن انه يسوي يعني يعني عادي انه اصابته طبعا هو جرحه شرف ما هو يعني ما هو شيء بيغزي لا بالعكس أكيد. هو جرحه كان مثلا عمال هذا هو اللي عم بحكي اصابته كانت تحدي كبير يعني اصابته كانت وسام وهي مفتاح المرور والاستمرار بالحياة كان كل الناس يعني وقت بشوفوه بالشارع طبعا يعني يرحبوا فيه ويعني يسلموا عليه ويعني كان يعني في ود بينه وبين كل الناس طبعا احمد خلينا نحكي شوي هلا يمكن بشير عنده طموح لما بعد التاسع والبكالوريا والجامعه كيف رح تكون شكل الدعم وهل رح تكون ايضا مثل الموجه له علميا بما انك يمكن مسابقه دراسيه نعم انا بالعكس انا اللي مراحل عمال بعدي فيها الحمد لله هو تقريبا نفس المرحله اللي رح يعدي فيها كمان انا اللي بعديها فانا ما عندي اي مشكله ولو انه اخوي قدم بكالوريا ودخل جامعه انا جاهز ولو انه كان عندي ظروف كان ظروف ما هي ملائمه انا بالعكس بشجع على الفكره وانا رح اضل مستمر معه ولو حتى لبعد الجامعه ان شاء الله بس ما قلت لي لما اجى لعندك ما قلت لي لما اجى لعندك قال لك بده يقدم التاسع شو كان شعورك شو قلت له هلا انا كانت الفكره شوي انه غريبه يعني انه قلت له شيء انه صار لك 8 سنين قاطع قام قال لي انا يعني يعني مثل اي واحد بجرب ما في مشكله قلت له انا ما بعرف انا بقى يعني بسوي اللي علي بساعدك
ومترك كل شيء باقي يعني عنده، بنترك الباقي كله رب العالمين. بس الحمد لله طبعا اكيد اكيد في جهد كبير يعني نور انه الاخوات الاخوات بشكل عام بشكل طبيعي يعني بيتعبوا بيسهروا مع بعضهم، فكيف اذا كان اخ عم يدعم اخوه لطموح معين دائما معه يعني 24 على 24 دائما معه يعني معه بالضبط. بشير نحن اليوم بفضل تضحيات ابطال الجيش العربي السوري موجودين ويمكن عم نلعب بحياه امنه وعايشين مبسوطين بفضل انتصاراتكم وتضحياتكم. انا بدي اياك توجه رساله لكل رفقاتك الابطال اللي يمكن اللي انصابوا او هن جرحى، هي الاصرار والاراده بالحياه. شو بتحب توجه من تجربتك كلمه لهم لكل حدا يمكن عطى قطعه من حاله حتى نقدر يعني لتراب الوطن؟ بده لا يأس مع الحياه، لا يأس مع الحياه ده حلو اكيد. انه لازم يساوي شيء بحياتهم يلي رايحه اجره او يلي عينه او يلي على الكرسي، يعني لازم يساوي شيء بحياته، يعني انه لا يأس مع الحياه طويل طويل طبعا. انه شو يعني ايش بده يساوي بعمره او بحياته؟ يمكن مثل ما قلت لا يأس مع الحياه، يمكن شو ما حكينا وشو ما عبرنا لنوجه تحيه لرجال الجيش العربي السوري أكيد. لجميع رفاقك بالدرب على الشيء اللي عم تقدموه لنا ليالا نكون موجودين للحفاظ على امن سوريا. بنتشكرك كثير بشير هارون، نتشكر ابوك وخيك على هذا الدعم، ودائما نحن فخورين فيكم يعني شو ما حكينا اكيد ما بنقدر نوفيكم حقكم. شكرا كثير لكم، شكرا لوجودكم معنا. وبابطال مثلك يا بشير يعني اللي عندهم هالاراده هن رح ينجحوا، هن رح يعملوا بصمه بالحياه. انا بتمنى لك كل التوفيق وتحقق الشيء اللي ببالك اكيد ان شاء الله تتحقق كل احلامه، بتكون تجربه واعده لكل حدا وايضا عبره ايجابيه لكل حدا بالحياه عنده اي شيء، لانه عن جد لا يأس مع الحياه، اللي عنده اراده بيوصل لكل شيء اكيد. شكرا لوجودكم معنا.